السلام عليكم، أرحب فيكم مع برنامج بيوت الأنبياء، وحلقتنا اليوم تحت عنوان تأخر الإنجاب. وإبراهيم عليه السلام، طبعا كنا احنا نعرف أن زوجته الأولى اسمها سارة، ومن بعد ذلك تزوج بهاجر. أما سارة فاستمر معها إبراهيم عليه السلام سنوات طويلة ولم تنجب له طفل. وإبراهيم أبو البشر ويحتاج الذرية لتوارث النبوة، وبالتالي حقيقة لما طالت عليه الفترة زوجته سارة اقترحت عليه أن يتزوج من الجارية اللي عندهم وكان اسمها هاجر. بعد ذلك طبعا حملت هاجر فرزق بأول مولود وهو إسماعيل عليه السلام. أكثر مفسرين يقولون أن الفترة اللي مكثها إبراهيم عليه السلام من غير طفل 86 سنة، ومن بعد ذلك جاء الإنجاب، ولذلك جاءته الملائكة بالبشرى. وخلونا نسمع كلام الله تبارك وتعالى في كيف دخلت الملائكة عليه وبشرته بالغلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. طبعا كلنا عشنا معاكم هذه اللحظات، ولذلك موضوع أن الزوج مع الزوجة يمكثون من غير أبناء لعل في ذلك أثر، وهذه الآثار يمكن تكون على نفسيتهم أو الآثار على علاقتهم الزوجية مع بعض. وما في شك أن الموضوع حقيقة مهم جدا وتحتاج الأسر في زماننا. كيف إحنا نسقط هذه الواقعة على زماننا، وكيف نستفيد من هذا الحدث في حياتنا اليومية والعائلية؟ ولذلك الله عز وجل ما ضرب لنا مثل هذه القصص من أجل العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. والعبرة اللي إحنا نستفيدها طبعا البعد الاجتماعي والتربوي من قصص الأنبياء. ومعنا الآن طبعا دكتور مختص في الغدد، ونستضيفه معنا على الهواء، وهو الدكتور عبد الناصر العثمان، استشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء والهرمونات بمستشفى الصباح بالكويت. فأهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا فيكم. حياك الله دكتور، رحب فيك في برنامج بيوت الأنبياء. أهلا وسهلا فيكم وأشكر لكم استضافتي. الله يسلمك دكتور. حبينا حقيقة لو نستفتح حلقة اليوم وتتكلم معنا بحكم أنك تخصص في موضوع استشاري الغدد الصماء ووحدة الهرمونات، وهي ما هي الأسباب اللي تتعلق في تأخر الإنجاب دكتور من الناحية الصحية؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنجاب أخي الفاضل ما هو؟ هو ناتج عن اجتماع البويضة مع الحيوان. نعم.
إذا تكونت البويضة بصورة طبيعية داخل جسم المرأة وتكون الحيوان بصورة طبيعية ووسائل وتوفرت وسائل الانتقال السالكة الغير مسدودة في وجه هذا المخلوقين الصغار، نعم. يتكون يحصل الحمل بإذن الله. فإذا بالنسبة للمرأة إذا كان هناك أي عجز أو خلل يؤدي إلى عدم إنتاج هذه البويضة داخل المبيض، يكون هناك تأخر في الحمل. نعم. ولا بد أن نوضح ونحط كلمة خط واضح تحت كلمة تأخر الحمل وليس العقم، لأن كلمة العقم تعني عدم القدرة على الإنجاب بتاتا. نعم. وهذا ليس له علاج، مثل لما نقول إحنا في أدواتنا الطبية هذا شيء معقم فإذا خالي من البكتيريا تماما، لا 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 مجال البكتيريا أن تعيش فيه. نعم. فلذلك هو تأخر للحمل وليس العقم. نعم. فإذا هذا المبيض إذا توفرت له الهرمونات الطبيعية داخل الجسم من غير أي خلل، ممكن أن تدخل في الدورة الشهرية من تكون لهذه البويضة داخل المبيض. نعم. وتخرج في وقت معين من الدورة. نفس الطبيعة بالنسبة للرجل، إذا كان العضو عند الرجل أو جسم الرجل ينتج هذه الحيوانات بكمية طبيعية وبحركة طبيعية وإيصالها إلى المكان المطلوب، ممكن أن يحصل هذا الشيء. نعم. هناك بعض الخلل يحصل نتيجة خلل في الهرمونات أو خلل تشريحي، بمعنى أن لا يكون هناك مبيض مثلا، أو يكون القناة فالوب مسدودة فهذه تعيق وصول البويضة إلى الحيوانات. نعم. ونفس الطريقة بالنسبة للرجل، إذا كان هناك خلل تشريحي هذا الذي يؤدي إلى تأخر الحمل. نعم. إذا كان هناك خلل في الهرمونات المنشطة للمبيض اللي تؤدي إلى إنتاج البويضة، أو إذا كان هناك خلل في الهرمونات التي تتحكم في وظيفة المبيض، على سبيل المثال الغدة الدرقية، هرمون الغدة الدرقية أو الهرمون اللبني، هذا يؤدي إلى اختلال في استجابة هذه الهرمونات استجابة هذه المبايض للهرمونات المنشطة، وبالتالي تأخر الحمل. نعم. طيب دكتور، عفوا، كم تبلغ نسبة التقريبية سواء المحلية أو العالمية من نسبة تأخر الحمل والعقم؟ النسبة تتفاوت أخي الفاضل من مكان إلى آخر حسب الدراسات، ولكن أستطيع أن أقول نرجع بأول نقول إحنا شنو نقصد في معنى تأخر الحمل. هل الزوجين الذين لا يحملون بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو سنتين؟ نعم. الأغلب الـ 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 المراكز الطبية أو الهيئات الطبية أن تنصح بالبحث عن أي أسباب لتأخر الحمل بعد مرور سنة من المعاشرة الطبيعية المستمرة. إذن بعد مرور سنة واحدة؟ بالضبط. يبدأ الزوجان في البحث. ليش أخي الفاضل؟ لأن في وجود زوجين طبيعيين بمعنى تبويض منتظم وأعضاء طبيعية ورجل طبيعي، احتمال الحمل في كل دورة شهرية لا تزيد عن 20 إلى 25%. نعم. فإذا لو عملنا هذا الإحصاء التراكمي، نعم، بعد سنة كاملة راح تجد أنه في حدود 95 إلى 97% من الأزواج الطبيعيين حصل عندهم حمل. نعم. ولكن تبقى نسبة برضه بالرغم من أنهم طبيعيين إلا أنه يتأخر عندهم الحمل. نعم. ولذلك مثل ما تفضلت أنت في مقدمة الحلقة، نعم، إن هناك ضغوط اجتماعية ونفسية و حين يحصل هذا التأخر. نعم. فلازم نأخذ بعين الاعتبار خلقة الله سبحانه وتعالى لجسم الإنسان، نعم، قدرته البيولوجية في إن لا يحصل الحمل في أول شهر أو في ثاني شهر من الضرورة، وإلا هناك خلل. لا. نعم. يا أخي. نعم. فالنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في أقصى أحوالها. هذه بالنسبة لتأخر الحمل ولا العقم؟ بالنسبة لتأخر الحمل. نعم. إحنا قلنا إن العقم معناه لا علاج، امرأة ما يوجد عندها مبايض مثلا، هذا من أين راح تحمل؟ نعم. هذا الإنسان العقيم. نعم. أو كما ذكر القرآن الكريم في في في, في قصة سيدنا إبراهيم. نعم. وامرأتي عاقرة. نعم. عاقر يعني لا أمل، لأنها وصلت من السن التي المرأة لا تحيض فيها والمبايض لا تعمل. نعم. فكأن لا يوجد عندها مبايض. نعم. هذا العقم. نعم أخي. نعم. طيب دكتور، احنا هيك شاكرين لك على هذه المداخلة، ولكن إذا كان عندك أي كلمة توجهها للمتزوجين الجدد بمناسبة تأخر الإنجاب فنكون لك شاكرين. نعم.
إذا كان في ناس حديثين الزواج فإحنا نبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق والهداية والاستقرار. رسالة وهمسة في إذن كل زوجين هي عدم الاستجابة لأي ضغوط نفسية. لا، يجب أن نجلس مع بعض كزوجين متحابين متفاهمين. أن هناك نسبة متوقعة من تأخر الحمل في أي زوجين حديثين الزواج. فيجب أن نعطي الموضوع حقه من الوقت حتى نصل إلى الحد الذي يستدعي الاستشارة الطبية. الاستعجال في الاستشارة أو بعض الأحيان قد يضطرون، ولكن يجب أن نحن يكون صدرنا رحب ويقبل النصيحة بالانتظار حتى أن نحن نجد أو أن صاحب الشأن أو المتخصص في هذا المجال يقول نعم الآن أصبحتوا محتاجين للاستشارة الطبية. ممتاز. ونحن نبحث هل هناك سبب يؤدي إلى التأخر. فلي نصيحة عدم الاستعجال في هذه الأمور. طيب دكتور، شاكرين لك على هذه المداخلة والمعلومات القيمة اللي سمعناها منك بخصوص موضوع تأخر الإنجاب. بارك الله فيكم. شكراً. شكراً دكتور، كل التوفيق إن شاء الله. حياك الله دكتور. شكراً أخي الفاضل. شكراً. حقيقة يعني المعلومات القيمة اللي سمعناها من الدكتور بالفعل مهمة جداً، وخصوصاً في موضوع تأخر الإنجاب. وكنا طبعاً نعرف أنه أول أيام الزواج كل الأهل يعني يون حق المرأة ويون حق الرجل، ها متترزقون بأول ولد، عسى ما شر، ايش فيكم تأخرتوا، ها منك ولا منها، ويصيرون حقيقة في أسئلة وفي إحراج، والزوجين مو عارفين حتى يردون يتكلمون، وإذا حملت الزوجة ها بنت ولا ولد، وحقيقة الناس على طول في ضغط 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 قوي جدا. لكن لو مرت السنة الأولى أو السنة الثانية وما صار عندنا إنجاب، بالتالي راح يصير عندنا قلق، راح يصير عندنا اكتئاب، راح يصير عندنا توتر، إلا الأسر حقيقة الواعية المدركة اللي تعرف كيف تتعامل مع قضاء الله وقدره، فهؤلاء حقيقة صنف آخر. ليش الزوج يحرص على الذرية؟ وليش الزوجة تحرص على الذرية؟ شو الهدف من الذرية؟ شو رأيكم؟ ليش الزوج يبي أولاد؟ وليش المرأة كذلك تريد أولاد؟ طبعاً في عدة أهداف للذرية، منها أنه الإنسان يحب أن يستمر نسله ويكون لامتداد نوعي، فهناك من يخلف في الأرض، وهذه أصلاً سنة الحياة لما الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وجعل حقيقة في قضية الاتصال الجنسي بين الزوجين وجعل قضية الذرية، ومنها طبعاً فوائد كثيرة. على سبيل المثال الصدقة الجارية، فيعتبر الولد كأنه صدقة جارية أو البنت كأنها صدقة جارية في الأرض تدب، كل علم إحنا نعلمهم إياه ويعملون فيه يصب في ميزان حسنات الأم والأب. كذلك الولد الصالح، وكثير من أنواع العذاب اللي يأتي في القبر أو يوم القيامة، رب العالمين يشفع للأولاد وللبنات للآباء والأمهات. ولذلك الناس تحرص على الذرية وتحرص حقيقة على الرزق بالأولاد والبنات. ولذلك احنا خلونا نشوف مع بعض هذا الجدول، والجدول يبين فائدة تأخر الإنجاب. ويمكن يعني بعضكم الآن يستغرب يقول يعني تأخر الإنجاب شو الفائدة منه؟ بالعكس، احنا نتمنى يكون عندنا إنجاب سريع، لكن يعني بدام الله عز وجل قضى وقدر فلا بد أن له هدف. الفائدة الأولى مثل ما احنا شايفين كمال النضج عند مجيء الطفل. يعني لما يأتي الطفل في بدايات الزواج يختلف عن الطفل اللي يأتي بعد 5 سنوات من الزواج، بل ويختلف عن الطفل اللي يأتي بعد 10 سنوات من الزواج. الأم والأب يكونون ناضجين لما يتعاملون مع الطفل وهما كلهم شوق في أن يرزقهم الله عز وجل هذا الابن، فاستمروا في حياتهم الزوجية 7 سنين أو 8 سنين، فنشوفهم وهم يتلقون هذا الطفل تلقي غير عادي، لأنه جاء بعد اشتياق وجاء بعد إلحاح وطلب. وبالتالي التعامل مع الشيء لما يتأخر في مجيئه يختلف عن التعامل مع شيء لما يأتي من غير طلب أو لما يأتي بطلب سريع جدا. فكمال النضج، إذن هذه هي الفائدة الأولى من فوائد تأخر الإنجاب. الفائدة الثانية معرفة قيمة الطفل وحسن تربيته. الآن لما زوجين بعد 6 أشهر ولا بعد سنة أو سنتين يرزقون بطفل، يتعاملون معه
كأي أم أو أي أب إلا الأب والأم اللي عندهم إدراك ووعي في أهمية التربية. هي التربية ليش سموها تربية؟ التربية كلمة من ربو، والربوة المرتفع الموجودة في الصحراء، فالتربية هي تزكية، كأن احنا قاعد نرفع النفوس، كأن قاعد نزكيها، قاعد نرتقي فيها. وبالتالي التربية منهج عظيم وشيء كبير، وأغلب الناس اللي يسعون في تربية أنفسهم نجدهم حقيقة يتميزون عن الآخرين. فتأخر الإنجاب يخلي الأب والأم لعلهم يقرؤون كتب كثيرة ويطلعون على مجلات كثيرة، وبالتالي يحسنون التعامل مع هذا الطفل ويحسنون التعامل مع قيمه وسلوكه وتنميته وتربيته، ويسعون حقيقة لتهذيب نفسيته وتزكيتها. أما الفائدة الثالثة وهي أنها تكون عند مكانة كبيرة عند أهل الزوجين. طبعا كلنا نعرف إحنا يعني لما يصير زوج وزوجة وصار لهم 7 سنين ما رزقوا بمولود، أو 8 سنين أو 9 سنين، أو بعض الأزواج أنا أعرفهم صار لهم 15 سنة، وبعضهم أعرف واحد عندي صديق صار له 24 سنة، يقول لما جانا المولود وكانوا طبعا توم هما ولد وبنت، يقول حقيقة يعني ما تتخيل فرحتنا وفرحة الأهل، أهل الزوجة وأهل الزوج، يقول لدرجة أنه الفريج كله الحي كله فرح ويانا بهذه الفرحة. وظلت طبعا الجد والجدة، وظلوا كذلك من الطرفين الجد والجدة من طرف الآباء والأمهات، وهم في فرح مع هذا الطفل إلى أن بلغوا هذول التوأم حقيقة 5 سنوات و6 سنوات، وما زال الفرح إلى اليوم. فأقول إذن يعني قضية الفرحة من بعد حرمان يكون لها طعم وتكون لها لذة، وهذه هي حقيقة الفائدة الثالثة من فوائد تأخر الإنجاب. أما الفائدة الرابعة وهي تفرغ الزوجين للتخصص، مثلا القراءة والعلاقات العامة في بدايات الزواج، يكون الزوج والزوجة نشيطين وعندهم طموح وعندهم أحلام، فلما العيال ما يوهم في البداية يتفرغون لتحقيق طموحهم وأحلامهم، فإذا ما كملوا تعليمهم يكملونه، وإذا عندهم مشروع معين يسعون له، وبعد ذلك لما يأتيهم الطفل ولا هم اقطعوا نشاطهم وشوطهم لهذا الإنتاج فيتفرغون لهذا الطفل ويربون تربية حسنة. أما الفائدة الخامسة وهي قوة العلاقة مع الله واللجوء إليه. طبعا كلنا نعرف الإنسان وقت المحنة يلجأ إلى الله، وين بروح الواحد لما الله ما يرزقه طفل سنة وسنتين وثلاث، يمكن في البداية يراكض من دكتور لدكتور، من مستشفى لمستشفى، من طبيب لطبيب، ويسمع خبر ويروح ويفحص وما بقى شيء ما جربه، لكن بعدين خلاص تصير عنده قناعة أن الأسباب قد انقطعت ولكن رب الأسباب موجود، فيبدأ يلجأ له، يستغفر، يدعو، ويبدأ حقيقة يكثر من الدموع ويكثر من البكاء ويلح على رب العالمين بالدعاء، ولعل رب العالمين مأخر عليه الطفل علشان يسمع دعاءه ويسمع شكواه، وبعد ذلك يستجيب له فيفرح. فإذا قوة العلاقة مع الله. أما الفائدة السادسة، وطبعا الفوائد كثيرة لكن اخترنا منها 6، وهي تعرف الزوجين على بعضهما أكثر. يعني الآن لما ما يكون في عيال يكون التصاق الزوجين مع بعضهم البعض أقوى من لو كان بينهم أطفال. حتى الحوار بين الزوجين ما راح يكون كثير إذا كان أبنائهم موجودين، مع أن طبعا دكتور مختص وهو الدكتور عبد الرحيم هويدي، والدكتور أخصائي نفسي إكلينيكي من مستشفى الطب النفسي بأبوظبي. ونتأكد معنا دكتور. معك يا أخي جاسم، مرحبا. أهلا فيك، كيف الحال دكتور؟ الله يبارك فيك، إن شاء الله مرتاح. كيف الله يسلمك ويخليك. حياك الله دكتور، شكر لك على هذه المشاركة. أخي أهلا وسهلا. وموضوع حلقتنا اليوم تأخر الإنجاب. نعم والله يا أخي موضوع شيق، وأنا أهنيك على هالبرنامج الحلو والمفيد جدا. الله يبارك فيك دكتور. نعم دكتور، حبينا وحقيقة لو تكلمنا عن الآثار النفسية. نعم. التي تكون موجودة عند تأخر الإنجاب للزوجين، تفضل. نعم. دكتور. نعم يا أخي، أنت بارك الله فيك، يعني حكيت على الآثار الإيجابية والاحتمال الاحتمال أنها تكون إيجابية، وتركت لي أنا الأرجح الأمور السلبية يعني. نعم مو الحكم تخصصكم في طب النفسي يعني. ولكن الواقع يعني أن الأزواج اللي تأخروا في الإنجاب
غالبا تكون في هناك آلام نفسية، وأحيانا آلام نفسية شديدة، والله طبعا تعتمد من زوجين إلى زوجين، ولكن غالبا تكون فيه مرارة نفسية. نعم وما تنتظرش يعني العملية 5 أو 6 سنوات بعد الزواج، غالبا ما تبدأ من السنتين الأولات، يعني لما يشعروا أن عادة مع بداية الزواج يكون في آمال وطموح أن نعم ترزق يعني الزوجين بطفل، وحتى أحيانا يكونوا متمنين طفل ذكر. فلما تتخيب الأمال يعني تطوف سنة ولا سنتين، تبدأ بعض الآثار النفسية تتمكن من النفوس، وعلى حسب قوة النفوس وصحتها تختلف التأثيرات. ولكن نحب نلمح أولا أن غالبا الزوجة تأخذ في الواقع في نصيب الأسد من الآثار السلبية نعم للأسف الشديد. احنا ممكن نقسم الآثار إلى يعني لها 3 مصادر. المصدر الأول مصدر داخلي، يعني من داخل الإنسان نفسه. المصدر الثاني من الأسرة، يعني من الارتباط ولا من داخل العلاقة بين الزوج والزوجة. وبالتأكيد المصدر الثالث سيكون من البيئة الاجتماعية اللي الإنسان يعيش فيها، وهذا بغض النظر عن البيئات، يعني سواء في الغرب أو في الشرق كثير من الآلام النفسية تكون مشتركة بين المجتمعات المختلفة. نعم ولكن لو نظرنا للجانب الداخلي، يعني المصدر الداخلي اللي هو من داخل الإنسان، في شيء من الاختلاف بين الزوج والزوجة. بالنسبة للزوج، واحدة من الأمور اللي تكون مؤلمة بالنسبة له هو فيه يعني عدم الإنجاب، يشكل نوع من شعوره بالنقص في رجولته. يعني القدرة على الإنجاب كثير من الأحيان بالنسبة للزوج تكون مرتبطة بالرجولة، نعم خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية يعني. وأيضا فيه يعني شعور بالحرمان من الأسرة، وشعور يعني ان هو ما استطاعش، يعني ما وفقش انه يعطي والله يساهم بمسؤوليات تجاه الاخرين. بالنسبه للزوجه مثل ما قلت لك الامر امر، يعني لعل اول شيء غالبا تفكر فيه الزوجه ولا يكون مصدر الالم النفسي هو حرمانها من الشعور بالامومه. وهذه كل ما تقدمت الفتره، يعني وكل ما زادت فتره عدم الانجاب، كل ما الشعور هذا كان امر. الشيء الآخر الحقيقة، الزوجات أحيانا كثيرة تشعر بنوع من التوتر والخوف من ردة فعل زوجها. يعني قد تكون الزوج ما قالش أي شيء للزوجة نعم ولا سمعت شيء من خارج، ولكن بطبيعة معرفة الزوجة يعني أما بتجارب ناس آخرين ولا بالكلام اللي تسمع في المجتمع، تكون خايف إن الزوج قد يعني يهجرها، يعني أما عاطفيا ولا يهجرها جسديا. نعم فيكون عندها طبعا مخاوف كبيرة نعم يعني. أحيانا مخاوف إنه ممكن يتجوز عليها واحدة ثانية، نعم أنا تكون تسمع مثلا كلام الناس المفروض هذا الرجل اللي ما ينجبش يتزوج ومش عارف إيش. نعم الشيء الآخر فيه شعور بالذنب، لأن كثير من الأحيان الزوجة تعب، يعني بغض النظر عن كون المشكلة يعني عندها هي في عدم الإنجاب ولا عند زوجها، هي تشعر بالذنب إن هي ما استطاعتش يعني تعطي هالزواج الثمرة بتاع الأطفال، ففي شعور بالذنب شديد. حتى أحيانا تكون الزوجة عارفة إن هي يعني صاحة تماما وعندها قدرة على الإنجاب والمشكلة فعلا في زوجها، إلا أن هي تشعر بالذنب وتحمل نفسها المسؤولية. نعم طبعا المصدر الثاني باختصار يعني هو من داخل العلاقة الزوجية. أنا حاب والله دكتور، يعني عفوا تفضل. ولا مقاطعة لحديثك، لكن أتمنى لو تذكر لنا واقعة أو قصة مثلا عايشتها في مرض نفسي معين قدرتوا تعالجونه في هذا الموضوع، نعم يكون لك شاكر. والله يا أخي احنا جينا كثير من الحالات اللي يكون فيها يعني المشكلة اللي تبدأ تكون عملية اكتئاب في الواقع. كيف دكتور ما أسمع، لو تعلي صوتك شوي. نعم المشاكل اللي جينا كثير من الوقت تكون مشكلة اكتئاب، يعني تأتي مرأة مكتئبة. يعني أنا الآن مش قاعد نفكر في حالة معينة، ولكن واقع الحالات اللي تجي مرتبطة بهالموضوع، تيجي سيدة مكتئبة وعليها أعراض اكتئاب، يعني تكون فيه مش قادرة تنام بطريقة سليمة، شهيتها للأكل تعبانة، مزاجها بصفة عامة يعني يميل للحزن وللاستياء، قدرتها على الحركة والنشاط والتمتع بالحياة اليومية تكون يعني سلبية جدا. نعم ونكتشف يعني غالبا من الجلسة الأولى مع هالنوع من السيدات أن فعلا فيه مشكلة في عدم الإنجاب. فيكون هذه المشكلة هي اللي مأثرة على النفسية. مأثرة على النفسية ونعم وتثير اكتئاب. يعني كثير من الناس لو احنا أخذنا الجانب بتاع الأمراض النفسية، هالنوع يعني من المشاكل والعدم القدرة على الإنجاب. وهل ممكن علاج مثل هذه المشاكل النفسية دكتور؟ والله طبعا ممكن علاجه، يعني نعالجه على اساس حاله اكتئاب،
وايضا في شيء في علم النفس نسموه العلاج النفسي المعرفي، نعم اللي احنا نساعد الناس انهم هم يتفهموا الكلام اللي انت كنت تحكي عليه، ان في النهايه يعني العمليه عمليه قسم ونصيب، وممكن هم يستغلوا هالشيء بطريقه ايجابيه، يعني نعم. عدم القدره على الاطفال. وان شاء الله نجحت دكتور في علاج بعض الحالات. والله الحمد لله، نعم في يعني احيانا بيحصل نجاح، ولو انا ما بحبش اتكلم عن نجاحاتي الخاصه، نعم ولكن نعم الحمد لله الناس في النهايه يعني عندهم فطريا وعندهم قابليه يعني للاستبصار وللايمان، وفي النهايه يرضى بقدر الله. ولكن طيب يعني انت ذكرتني بشيء، هم غالبا يكون فيه شعور بالفقدان، نعم ويمر الانسان بمراحل فقدان يعني مختلفه، فيه شعور بالحزن والاكتئاب، فيه شعور بالغضب، بعدين الانسان يبدا يعني فيه مساومه نعم. تكون يعني صادره من الاثنين، من الزوج والزوجه، بينهم وبين ربهم، يعني احنا حتى في ظلمات الليل نعم. يا ربي لو ان يعني اعطيتني رزقتني بطفل انا نسميه مش عارف كذا، ونصوم كذا كذا شهر، ونحج ونتصدق فيكون الناس هم فعلا اذا يعني تكون لهم يعني ممارسات ايمانيه نعم حتى تعطيهم الحصانه نعم نعم، وخصوصا احنا الان طبعا في شهر رمضان، فممكن يعني يستغل ويستفاد من شهر رمضان في تربية النفوس. أيوة بكل تأكيد، والحقيقة احنا اللي وجدناه ان كل ما الواعظ الديني كان موجود عند الناس، وكل ما نعم. ايمانهم كان اقوى، كل ما صحتهم النفسية بصفة عامة ممتاز. كانت امتن يعني واصلب، وعندها قدرة على تحمل الضغوط النفسية، لان احنا في النهاية اللي نحكي عليه يعني استجابة لضغوط نفسية، يعني عدم الانجاب يشكل نوع من الضغط النفسي الشديد. نعم نعم. طيب دكتور، عموما شاكرين لك على هذه المداخلة والمعلومات القيمة اللي سمعناها منك. يا سيدي مرحبتين، واهلا وسهلا، وبالتوفيق يا خج اسم، وانا شاكر لك كثير. الله يسلمك وعسى الله يوفقك ان شاء الله دكتور. شكرا دكتور، الله يخليك، مرحبا، حياك الله، السلام عليكم. شكرا. كلام الدكتور حقيقة قيم جدا، ولذلك إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء حقيقة يصف القرآن ويمدح الله تبارك وتعالى ويقول عنه أنه كان أمة. ليش إبراهيم عليه السلام كان أمة؟ لما تجتمع صفات التميز في الأمة، مثال يعني أفضل واحد في التقوى، وأفضل واحد في الصيام، أفضل واحد في الصلاة، أفضل واحد في الصبر، لما تجتمع كل هذه الصفات في الأمة تكون هناك صفات للأمة. إبراهيم عليه السلام بمفرده وبروحه اجتمعت فيه جميع هذه الصفات، وبالتالي الله عز وجل مدحه وقال بأنه أمة. هو صح واحد لكنه عن أمة. لو نتابع الآية تقول عن إبراهيم أنه كان أمة شاكرا لأنعمه. ما معنى شاكرا لأنعمه؟ طبعا الله عز وجل ما وصف إبراهيم وقال شاكرا لنعمه. في فرق بين شاكرا لنعمه وشاكرا لأنعمه. شاكرا لنعمه معناته يشكر الله عز وجل على الإجمال، يعني مثل واحد يقول والله الحمد لله على كل حال، هذا شكر الله واحمده على كل شيء، كلام عام. لكن إبراهيم عليه السلام ما كان يشكر بهذه الطريقة، كان شاكراً لأنعمه، بمعنى أنه يذكر نعمة نعمة، أحمدك يا رب على نعمة البصر، وأحمدك على نعمة السمع، وأحمدك على نعمة الصبر، وأحمدك على نعمة الجمال، وأحمدك على نعمة الخط، وأحمدك على نعمة الفهم، وأحمدك على نعمة الذكاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإبراهيم عليه السلام كان يحمد الله عز وجل على جميع النعم، ولذلك كان هو أمة. فإذا إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بتأخر الإنجاب، ولكن بعد ذلك رزق، ورزق بذرية صالحة، بل وأنبياء. وهذا حقيقة جزاء كل إنسان يصبر، وكل إنسان ما يعترض على القدر، بأن الله عز وجل لما يجازي يجازي الجزاء الحسن. ولذلك قال الشاعر يمدح أولو العزم وهما الخمسة من الرسل، يقول أولو العزم خمس والشرائع خمسة، يدان بها رب العباد ويعبد، فنوح وإبراهيم ذو الحلم والتقى، وموسى وعيسى ثم جاء محمد. فهؤلاء حقيقة الخمسة من أولو العزم. ونتعرض الآن لأهداف الزواج. ليش الإنسان يتزوج؟
لأنه في بعض الناس يصير فيهم نكسة، يتزوج ما يجيب عيال يطلق. طيب هل قضية الأولاد هو السبب الرئيسي في قضية الزواج؟ ولا هناك في أسباب أخرى؟ خلونا نشوفها مع بعض في الجدول. السبب الأول من الدوافع للزواج هو الدافع الجنسي، بمعنى أنه الإنسان الله عز وجل جعل فيه الرغبة. طيب هذه الرغبة أين تصرف؟ الإنسان يحب يصرفها في الحلال ولا يصرفها في الحرام، وإن كان حقيقة في زماننا اليوم الفتن كثيرة والمعاناة كثيرة سواء من الرجال أو النساء، لكن الحافظ هو الله، ولذلك الإنسان يجب أن يحفظ نفسه ولا يصرف هذه الرغبة إلا في مصارفها الشرعية. فالزواج يعتبر مصرف شرعي ممكن الإنسان حقيقة أن يفرغ في رغبته الجنسية. أما الدافع الثاني من دوافع الزواج وهو دافع الدين، بمعنى أنه أكثر الناس شو يقولون؟ والله إذا بتكمل نص دينك شو تسوي؟ تزوج. فإذا إذا بتكمل نص دينك تزوج، معناته إذا الزواج هو نصف الدين. ففي دافع جنسي للزواج وفي دافع ديني، أن الإنسان يبي يحفظ نفسه، يبي يعف، ما يبي يلتفت يمين وشمال، الفتن اللي قاعد تعرض له ما يبي هو يسقط فيها، وبالتالي شو يسوي؟ يتزوج. أما الدافع الثالث للزواج وهو دافع التقليد، بمعنى في بعض الناس يتزوجون والله لأنه لازم يتزوج. مثل مرة يعني أنا عملت دراسة حقيقة على متزوجين جدد، فكنت أسألهم عن أسباب الزواج، فسألت الشباب عمرهم 20 سنة 21 سنة، فقلت لهم ليش متزوجين؟ فهم كانت العينة طبعا 20 واحد، فستة سبعة منهم قالوا يعني لازم نتزوج يا أبو محمد الله يهديك. قلت لهم زين أنتوا ليش متزوجين؟ ليش؟ شنو الدافع؟ شنو السبب؟ كان يقولون يعني ما فكرنا بس لازم نتزوج، يعني أنا أبوي تزوج أمي وجدي تزوج جدتي وكل ريال يتزوج فأنا لازم أتزوج. ففي ناس حقيقة عندهم الدافع من الزواج قضية تقليد، والله ما يصير أنا ما أتزوج لازم أتزوج. وكذلك البنت إذا صار عمرها 19 ولا 20 وما ياها الزوج يصير فيها اكتئاب وقلق. طيب ليش ليش ليش؟ لأن أمها متزوجة وجدتها متزوجة فهي بعد لازم تتزوج. وهذا حقيقة يحتاج أن نعيد في النظر كدافع، هل هو دافع هذا صحيح ولا لا، وما هو الدافع الصحيح. الدافع الرابع وهو دافع خلق وإيجاد العزوة، بمعنى أنه دافع الوجاهة. شنو يعني دافع الوجه؟ أحيانا يعني يعتبر الزواج جزء من البروستيج، يعني ما يصير أنا يصير عمري 22 و 25 سنة واروح دواوين ومجالس وماني متزوج، كان عيب ها؟ ما يصير. لكن لما أنا أدخل وأنا متزوج وعندي عيال فهني لا أنا يحترموني أنا أكون ريال. ففي بعض الناس يتزوجون من هذا الدافع، دافع الوجاهة، أنه حتى يشار له بالبنان والله فلان لا ريال، فلان عنده عيال. ولذلك الدكتور عبد الناصر يحدثني اللي أخذناه مهاتفة في البداية، يقول لي في بنات يجون عندنا في العيادة علشان طفل الأنبوب ما صار لهم شهرين من تزوجوا. فأقول لهم أنتوا ما فيكم شيء سليمين، وأنت يا زوج سليم، طيب ليش طفل الأنبوب؟ اصبر شوي. تقول لي البنت لا أنا أخاف ما أحمل بعد 3 4 أشهر يروح زوجي يتزوج علي واحدة ثانية. فإذا في ناس إذا فاهمين الزواج غلط، فاهم الزواج أنه فقط أولاد. في بعض النساء فاهمين الزواج أنه والله بيت وسكن، وفي بعض الرجال فاهمين الزواج والله أنه جنس، وبالتالي إذا زوجته ما تلبي رغبته الجنسية خلاص فكر بالطلاق. فإذا هذه الدوافع كلها ينبغي أن يعاد فيها النظر. الدافع الخامس للزواج وهو دافع الضغط الاجتماعي، ومعنى الضغط الاجتماعي إن في بعض الأرياف والقرى عندهم عيب إنه شاب عمره 18 سنة مو متزوج، عيب، بل ويشكون فيه بعد، أو بنت عمرها 17 سنة وما تزوجت ولا انخطبت. فهذا طبعا دافع الضغط الاجتماعي. أما الدافع اللي بعده وهو الضغط الاقتصادي، وهذا حقيقة
يكون للحاجة للعمل أو الحاجة للوظيفة أو الحاجة للكسب. فيصير مثلا واحد يتزوج لواحدة موظفة حتى يستفيد من راتبها، أو واحدة مثلا فقيرة فتتقرب إلى واحد عنده فلوس فتوقعه حتى يتزوج منها وبالتالي تستفيد من فلوسه. فأحيانا من نوايا الزواج أن يكون هناك حقيقة ضغط اقتصادي. من أسباب الزواج كذلك دافع إنجاب الأطفال. والله عز وجل طبعا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شنو معنى دافع إنجاب الأطفال؟ يعني الهدف من الزواج أنه فقط من أجل الذرية. أما السبب الأخير وهو دافع الحب لتكوين علاقة، لإيجاد جو رومانسي بين الطرفين، وهذا هو طبعا الدافع رقم 8. لكن هل هذه الدوافع كلها صحيحة؟ هذا موضوع حقيقة يحتاج إلى نقاش، ولذلك أنا ألخص الدوافع للزواج في 4. الدافع الأساسي الأول قضية العفة، سواء كان من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، لأن الله عز وجل أوجد في الإنسان رغبة والزواج يلبي هذه الرغبة. الدافع الثاني التعاون، لأن الدنيا والحياة مسؤولية، ويحتاج الواحد أن يكون عنده شريك حياة يساعده، يشيل عنه الهموم، يسلي عنه، يعني يستانس معاه، يتكلم معاه، لأنه الطريق طويل، والواحد لو بغى يسافر إلى طريق طويل يأخذ معاه صديق. شو الحكمة من وجود الصديق؟ حتى يتكلم معاه ويسولف فيسلي ويسلي، ويتعاونون مع بعض ويشيلون أغراضهم مع بعض، يروحون السوق مع بعض، وبالتالي يمضي الوقت ويصلون إلى البلدة اللي هم مسافرين لها وما حسوا بالوقت. ليش؟ لأنه صار في تسلية وصار في مشاركة. وكذلك الزواج، الواحد فينا مخلوق بهالدنيا وراح يموت في القبر وبعدين بيروح الجنة بإذن الله كلنا. فالزواج إذن يسهل الطريق، وهي عبارة عن تعاون. البعد الثالث للزواج الذرية، وهو طبعا حلقتنا اليوم اللي قضية الذرية. وأما البعد الرابع وهو الأجر والثواب، ولذلك أحد الصالحين لما ماتت زوجته وقف عند قبرها وقعد يبكي، فيقول لربعه قال يا فلان ليش تبكي؟ ليش؟ فقال لهم بكت اللي كان الله يرحمني بسببها، لأن رحمة الله عز وجل تنزل على النساء والأطفال، والله عز وجل لو بيرحمني بيرحمني بسبب هالمرأة، ولو بدخل أنا الجنة بدخل بسببها، فأنا أبكي على فراقها. فأقول إذن الزواج معنى عظيم والذرية معنى أعظم لو إحنا بالفعل استفدنا منه استفادة صحيحة. معنا الأستاذ محمد رشيد العويد، والأستاذ طبعا مستشار في شؤون الأسرة. معنا أستاذ محمد. معكم نعم أستاذ جاسم. أهلا فيك أبو البراء، كيف حالك؟ حياك الله أبو محمد. الله يسلمك، كيف حالكم؟ والله الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك. إحنا معنا طبعا في برنامج بيوت الأنبياء، وبمناسبة حقيقة شهر رمضان نتناول قصص الأنبياء وندخل داخل بيوتهم ونتعرف على علاقتهم الزوجية وعلاقتهم مع أبنائهم. ما شاء الله. وحلقتنا اليوم عنوانها تأخر الإنجاب، ونحب حقيقة في لمساتك الإيمانية لو نسمع منك بعض القصص في موضوع تأخر الإنجاب، وكيف ممكن الزوج والزوجة يربون نفسهم على القضاء والقدر خيره وشره. تفضل أستاذ. نعم بسم الله. والله يا أخي أستاذ جاثم، أريد إذا سمحت لي أن نبدأ بقصة نجعلها مدخل لحديثنا حول هذه القضية الهامة والحساسة فعلا. نعم. أرجو من الأخوة المشاهدين يعيشوا معنا الآن المشهد في إحدى المحاكم. تفضل. المستشار فيها الأستاذ محمد الغزاوي. تمام. القضية أثارت دهشة كل الحاضرين في قاعة المحكمة. نعم. عندما نودي على الطرف الأول في الدعوة، تقدمت زوجة في حدود 35 من عمرها وهي بتمسح دموعها الغزيرة. نعم. قالت للقاضي: تزوجت قبل 10 سنوات، أحببت من كل قلبي، أحبت زوجها وأحبني حبا أحسب أنه قد فاق حبي له. نعم. لم يكن ينقصنا سوى الأولاد، وهو
برنامج أنا بقوله بيت القصيد. نعم. ما كان عقيما بل كنت أنا العاقر. نعم. وقد أخفقت كل المحاولات الطبية لعلاج عدم إنجابي. نعم. تضيف تقول في قاعة المحكمة وهي تتحدث أمام القاضي والجمهور: كنت أتمزق وأنا أرى زوجي ينظر إلى أطفال الآخرين في حرمان أحسست أنني السبب فيه. نعم. لأنه هي العاقر وليس هو العاقر. نعم. طلبت منه أن يتزوج، كيف أحرمه من حق أباحه الله له؟ كيف أكون أنانية فأستأثر بحبه وأحرمه من عاطفة الأبوة؟ نعم. وما دمت أحبه فعلي أن أضحي من أجله، هكذا كان قرارها. رفض طلبي بزواجه. ماذا طلبت منه؟ طلبت منه أن يتزوج عليها، ما يريد أن يطلقها، على الأقل يتزوج عليها ليرزق من الأولاد الذين يتمناهم كل أب وكل أم. يعني هي اللي كانت تطلب، هي التي كانت تطلب، وهنا يعني روعة الـ هذه القضية. نعم. حاولت معه مرارا، ناقشته كثيرا، كان يجيب بقوله: أنت زوجتي وأنت أولادي. الله. ما يريد أولاد، كان نعم. هي تعوضه عن الأولاد. تقول: لما يئست من إقناعه بالزواج من امرأة أخرى لم أجد أمامي إلا اللجوء إلى القضاء. الآن نعم. بدأت تشرح ليش هي أقامت الدعوة في هذه المحكمة. فهي رافعة دعوة عشان تلزمها من أن تتزوج عليها واحدة ثانية. أيوة. أو لما يأست من ذلك فطلبت بالمحكمة أنه تطلب الطلاق، لأنه طبعا ما تستطيع أن تلزمه، من حقها أن تطلب الطلاق وتنفصل نعم. عن زوجها حتى يضطر، يعني شوف داست على حبها وعواطفها وقلبها. نعم. حتى يضطر لما ما يجد عنده زوجة يتزوج واحدة أخرى. تقول يعني أنه فعلا إلا اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق لعله يضطر إلى الزواج بعد انفصالي عنه ويرزقه الله الذرية التي تمناها. نعم. طبعا في المحكمة عند هذا الموقف العاطفي ارتفع نحيب الزوجة وهي تقول للقاضي: أرجوك يا سيدي أحكم لي بالطلاق. نعم. طبعا القاضي يريد أن يسمع وجهة النظر الأخرى فنودي على الزوج. نعم. تقدم الزوج وقال: إنني أحب زوجتي حبا تستحقه. نعم. إنها تتمنى أن أرزق منها الأولاد لكن الأمر ليس بيدها. فهذه مشيئة الله، وأطلب رفض الدعوة التي أقامتها لطلب الطلاق، فأنا متمسك بزوجتي وأرفض طلاقها. سبحان الله. جاء حكم القاضي الآن اللي تشوق إليه طبعا كل الحاضرين كما نحن الآن متشوقين لسماعه. نعم. نص حكم القاضي يقول: ترى المحكمة رفض دعوى الطلاق وترى أن موقف الزوجة غريب وأن مسلكها غامض غير مألوف، لأن التضحية نادرة. نعم. والله شرع الطلاق لأسباب عدة تستحيل معها الحياة الزوجية. نعم. لكن ليس من بينها عقم الزوجة أو الزوج لأنه سبب خارج عن إرادة كل منهما. نعم. وبما أن الزوج يرفض بإصرار طلاق الزوجة فإن المحكمة ترفض الدعوى. نعم. طبعا نحن ما بهمنا الآن حكم القاضي بقدر ما بهمنا الحادثة. أي والله حب كل من الزوجين لصاحبه. نعم. يعني حب جعل كل منهما يؤثر صاحبه على نفسه، يضحي من أجله. نعم. ويسعى إلى سعادته ولو يعني فقد ما يحبه في سبيل ذلك. يعني أريد أن أسأل الإخوة المشاهدين معنا الآن أنه ترى من أيهما نعجب، من موقف الزوج أم من موقف الزوج؟ نعم. الزوجة التي أحبت زوجها إلى درجة أنها أرادت أن تضحي به وهو حبيبها من أجل أن يتزوج غيرها ليرزق منهم الأولاد، أم نعجب من موقف الزوج الذي رفض الزواج من امرأة أخرى؟ يعني ما في واحد وعنده 10 أولاد وتقول له تزوج يسرع ويركض ليتزوج امرأة أخرى وقد سمحت له زوجته بذلك. نعم. فكيف الآن هو محروم من الأولاد ولكن مع ذلك يصبر؟ يعني أنا أريد أن ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم، قضية والله موقف أبو البراء حقيقة موقف يقشعر للبدن صراحة. نعم. وتخشع للنفوس بالفعل، يعني موقف راقي جدا من زوجة راقية ومن زوج راقي. نعم. لكن السؤال كيف ممكن نربي أنفسنا إلى هذا المستوى في العلاقة والرضا بالقضاء والقدر؟ هذا ممكن بالبعد الأخروي. نعم. يعني إذا كان الزوج قال هذه الحياة الدنيا إذا كنت أنا محروم من الأولاد فغيري محروم من الزوجة. نعم. غيري محروم من البصر،
غير محروم من المال الكثير الوافر الذي يستطيع أن يشتري به كل شيء، نعم، غير محروم من الصحة عنده مرض مزمن يعاني منه، فهذا يجعله يقنع ويرضى. إذن رب العالمين حرمه شيء ليؤجره على صبره على هذا الحرمان. الأمر نفسه تقول الزوجي، ربما لو أنني رزقت بطفل معوق قلت يا ريتني ما أجاني أولاد ولا رزقت بالأولاد، وهي تعاني كل يوم معاناة شديدة مع هذا الطفل المعوق الذي لا تستطيع أن تفعل له شيئا. ربما يعني لو نظرت إلى أم أخرى رزقت بولد لكن لما كبر صار مجرم وورجاها الليل ونهار مثل ما بقولوا، وورطها في ورطات وراحت محاكم وسود وجهها أمام الناس، وربما تحمد الله. فأيضا نقيس الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، في الآخرة إن شاء الله عندهم ولدان مخلدون يخدمونهم كما أخبرنا القرآن الكريم في صور بديعة يخدمونهم كأمثال اللؤلؤ المكنون. نحن لو عندنا ولد الآن جميل شوية جمال نتعلق به ونفتن به ونتمنى لو أن هذا الولد ولدنا، فكيف الجنة هؤلاء الولدان كأمثال اللؤلؤ يخدمون الزوج والزوجة، ويلبون كل ما يطلب منهم، وفي أدب جم وشكل جميل وفتنة لا حد لها. طيب أبو البراء، أنا أمامي الآن حقيقة العلاج النبوي للعقم، وهو عبارة عن نص حبيت أسمع تعليقك عليه. تفضل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما رزقت ولدا قط ولا ولد لي، فقال صلى الله عليه وسلم فأين أنت من كثرة الاستغفار، الله، وكثرة الصدقة ترزق بها، الله أكبر. قال فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار، قال جابر فولد له 9 ذكور، الله أكبر. شوف سبحان الله، ولذلك يعني هذا مصداقا لقول الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا على لسان نوح عليه السلام، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، تمام، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عموما شاكرين لك على هذه المداخلة ويعطيك العافية أبو البراء. الله يعافيك أبو محمد، والله شكراً. يتقبل منا جميعا. شكرا يا أبو البراء. شكرا لكم، حياك الله. الله يحييكم يا رب. شكرا. إذن حقيقة مثل ما هناك أسباب وهناك علاجات عضوية وصحية، كذلك هناك علاجات إيمانية ممكن الإنسان يلجأ فيها إلى رب العالمين، وخصوصا إحنا الآن في شهر رمضان وفي فرصة وموسم للطاعات وموسم للدعاء وذهاب للعمرة وكثرة الاستغفار وقراءة القرآن، حتى الله عز وجل يفتح الفتوح على العبد. نقول في موضوع الذرية من الأشياء اللطيفة في هذا الموضوع أن الصين كدولة وكشعب تلد سنويا مصر. الصين سنويا تلد مصر، ومصر فيها 70 مليون تقريبا، سنويا تلد الكويت، كلهم مليونين، وهذه لعل من يعني طرائف الإنجاب في العالم. كذلك من الأمور المهمة حقيقة أن الله عز وجل يأخذ ويعطي، فهو المعطي وهو الذي يأخذ، فإذا عطى الله عز وجل فعطاء رحمة، وإذا أخذ كذلك أخذ رحمة، ولذلك الميت يذهب إلى رحمة الله والمولود ينزل برحمة الله، وكذلك الإنسان، فالله عز وجل اللي يرزق الذرية فهذه نعمة، فالله عز وجل بيشوفه كيف حيحافظ على هذه النعمة. وأما المحروم فكذلك الله عز وجل ابتلاه ويريد أن يختبر صبره وشكره ورضاه على القضاء والقدر، وهذه كلها اختبارات. إحنا ليش الله عز وجل خلقنا أصلا في الدنيا؟ ابتلاء واختبار، وهي عبارة عن درجات ومقاييس، وكل واحد فينا في هذا السباق، واحد فينا طلع الأول، الثاني طلع الثاني، اللي وراء طلع الثالث، وهكذا الناس تتفاوت. ولهذا نشوف أنه في بعض العائلات عندهم أطفال كثير، وفي بعض العائلات عندهم قلة، ولهذا شرع كفالة اليتيم عندنا في الإسلام، ممكن اللي يكفلون اليتيم ويأخذونه ويربونه زوج وزوجة ما الله رزقهم عيال، فيتسلون بهذا اليتيم وبنفس الوقت يأخذون أجره، وبنفس الوقت يحققون معاني الأبوة والأمومة، ويحققون معاني إشباع الذات كأنهم في أسرة متكاملة، وبالتالي يكون هناك التكامل والتوازن بالكون
وبين الأسر لو بالفعل طبقنا إسلامنا تطبيق صحيح وتطبيق في تنسيق. أقول حقيقة في ختام حلقة اليوم وعنوانها تأخر الإنجاب بأننا نترقب لحلقة الغد من برنامج بيوت الأنبياء، وهي الحلقة السابعة تحت عنوان رسالة الأسرة. وتقبل طاعتكم.